لزميلنا كريم احمد مره تانية معانا على التليفون. تحياتي ليك يا كريم وتحيات ضيوفي الكرام. ان لنا الاجواء عندك، ملعب المباراه، الجماهير، كل الاحداث عندك، اتفضل. بجد تحيه ليك يا كابتن اسامه وضيوفك الكرام. وصلنا الى استاد اورلاندو، يعني اقدر اقول لك ان الاستاد لم يكتمل، يمكن الكلام كله كان خلال. حاول تتحرك شويه يا كريم علشان الصوت يوصل لنا افضل. سامعني كويس؟ زميلنا كريم احمد. كده اتفضل. كده افضل. يمكن متضايق ولا حاجه يا كابتن اسامه، كنا متاكدين او يمكن عندنا معلومات كتير كثافه جماهيريه خاصه في اورلاندو، يمكن قلنا هنخش الملعب نلاقي الاستاد فول، لكن حتى هذه اللحظه هو في يعني توافد كبير على الاستاد، لكن مش بالشكل اللي احنا كان بيتقال لنا ان في اعداد كبيره، فيا رب يكون عامل مساعد مع فريق النادي الاهلي. الجزء الحقيقه يمكن السيء بالنسبه للاعبين هو الحراره، درجه الحراره صعبه جدا، الملعب ناسف حتى هيبان مع طبه الكوره كده بلغه الكوره، هتلاقي الكوره بتطب جامد، فان شاء الله لعيبتنا تقدر تتاقلم مع هذا الامر. تدريب الخمس كان مستر كولر بيحاول يحصل بعض الاماكن اللي فيها لكن الامور الحمد لله بالنسبه للنادي الاهلي على الفتره اللي فاتت او ال 48 ساعه الماضيه بالنسبه للاستعداد كانت جيده جدا، الروح المعنويه كانت عاليه جدا يا كابتن اسامه، الكل الحقيقه عنده رغبه كبيره جدا ان انت ترجع بنتيجه ايجابيه وترجع بثلاث نقاط مش بعيد عن النادي الاهلي، لان هي 11 ضد 11 90 دقيقه تبذل كل ما عندك، وان شاء الله باذن الله يكون كل التوفيق مع النادي الاهلي. لسه حتى هذه اللحظه لم ينزل اي من لاعبي النادي الاهلي او اورلاندو لاجراء التصفيه، لكن خلال دقائق ان شاء الله باذن الله هيكونوا متواجدين. نقطه مهمه كمان يا كابتن اسامه وهي جمهور النادي الاهلي، يمكن طبعا تم التنسيق من اول يوم مع الكابتن حسام غالي ان يكون لينا 200 تذكره او 200 فرد يكونوا متواجدين بجانب البعثه، 8 بي في اي بي 10 في اي بي، لكن الحقيقه يمكن مجرد دخولنا الاستاد لقينا جمهور النادي الاهلي متواجد في مكانه، لكن جت اعداد كبيره جدا من جمهور اورلاندو، يعني زي ما بنقول كده غطت على المكان خالص، فيمكن تدخل بقى الكونسول ان هو يكون في فصل شويه بين جمهور النادي الاهلي، هم طبعا عدد قليل لكن لابد يكونوا مؤمنين بشكل كبير، فيمكن الامور دي يكون فيها حل ان شاء الله خلال الدقائق القادمه، وخلال اللحظات اللي انا بكلمك فيها كابتن اسامه الشناوي متواجد نازل ارض الملعب مع حمزه علاء ومصطفى مكروز، يا رب ان شاء الله يكون يوم عظيم وسعيد على فريق النادي الاهلي. نشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد، وهنتواصل اكيد معاك مره ثانيه.